مبادرة إيزير مبادرة بحرينية متميزة مختصة بتطوير خدمات مراكز المعرفة في مملكة البحرين، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر المعرفة فيها بما يواكب التطورات العصرية. هذه المبادرة تنافست على مستوى العالم فحازت على المركز 11 ضمن جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في دورتها الرابعة، ليتم تطبيقها بشكل فعلي في مملكة البحرين. نقلة نوعية شهدتها مراكز مصادر المعرفة في مملكة البحرين بعد البدء بتطبيق مبادرة إيزير، والتي أطلقتها المعلمة زينب سعيد سلمان الفائزة بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وحازت المركز 11، حيث تسعى هذه المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية أسرية تضم المتعلم مع أفراد أسرته، بحيث تكون البيئة قادرة على استيعاب المستجدات التقنية وتقدم مختلف الخدمات بأسلوب عصري يحاكي التطور العالمي في تنويع مصادر المعرفة. جاءت فكرتي فكرة مبادرة إيزير لتطوير خدمات مراكز مصادر المعرفة، والتي أسعى من خلالها إلى إتاحة بيئة تفاعلية تعليمية تجمع جميع أفراد الأسرة تحت سقف واحد، وذلك بما يلبي الاحتياجات المعرفية والاجتماعية وكذلك التعليمية. وقد تولدت لدي فكرة هذه المبادرة إثر مسح ميداني أجريته بعد زيارتي لأحدى أكبر مكتبات أوروبا في جمهورية فنلندا، وذلك نظير تنسيبي للبرنامج التدريبي الذي أطلقته جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم بشراكة وثيقة مع جامعة هلسنكي في جمهورية فنلندا. هذه المبادرة أوجدت قاعدة بيانات رقمية مستحدثة تقدم خدمات إلكترونية تفاعلية متنوعة، بالإضافة إلى إيجاد ركن البحث بواسطة مستشعرات الذكاء الاصطناعي. وفرت وزارة التربية والتعليم البيئة المثالية السانحة التي توفرت فيها كافة مقومات الإبداع والابتكار، وكما أسلفت منذ قليل بأن وزارة التربية والتعليم تعد البيئة الحاضنة لاحتضان كافة المعلمين وتهيئتهم بالخبرات النظرية وكذلك في الميدان العملي. عدد من الأهداف التي حملتها هذه المبادرة المعرفية بين طياتها تتيح للمتعلم فرصة الاستفادة من الوقت، بل وتفتح أمامه الفرصة للحصول على المعلومات الصحيحة بأسلوب ذكي ومتقدم، وذلك بما يتماشى مع ما تقدمه مراكز مصادر المعرفة في البحرين عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتوافرة فيها. هذه الفكرة المبتكرة والتي حصلت من خلالها المركز 11 على اعتبار أن مراكز مصادر المعرفة أحد أهم محركات التنمية المستدامة في العالم الحديث، وذلك بما توفره من معلومات ومعرفة ضرورية وشاملة ليكون لها دور فاعل في التعزيز من قدرة الطلبة على مواكبة التحديات المعرفية والتكنولوجية الحالية والمستقبلية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.